الأساطير المصاحبة للتنقيب عن الآثار أودت بحياة كثير من الأبرياء، فهوس حلم الثراء السريع يدفع بعض المنقبين لارتكاب جرائم الخطف والقتل بدون أي تردد، فقط للوصول إلى الهدف. بيمتلك كتير من المنقبين عن الآثار اعتقاد إن في جن ورا الأماكن المدفون فيها الآثار، وبيسمح لك بالحصول عليها بعد ما تقدم له قربان، وهو دم شخص بيختاره. وفي أغلب الجرائم بيكون الضحية أحد الأقارب وخاصة الأطفال، وبتكون طريقة التواصل غالباً بواسطة أحد الدجالين أو المشعوذين. عدد من هذه الجرائم بتكتشفها الشرطة كل يوم وبتضبط المتورطين فيها، منهم اللي قتل زوجته وأبنائه الأربعة في الفيوم، وآخر أوهمه مشعوذ إن في تحت بيته كنز مش هيقدر إنه يحصل عليه إلا بعد تقديم دم شقيقته قربان للجن فمزقها أشلاء. وآخرها عامل عثر على جثة ابنه المفقود بسوهاج مقتول في مضق جبلي، لتنكشف بعدها ملابسات الواقعة. المتهمين قتلوا إيماناً منهم بأنهم لازم يقدموا المجني عليه قربان للتنقيب عن الآثار، فقاموا باستدراجه واصطحابوا بدراجة نارية لمكان العثور عليه، وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري اتجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته على الفور، وتم ضبطهما وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. وهنا بيتساءل المجتمع، لحد إمتى هتفضل الأساطير دي تسيطر على عقول الراغبين في الثراء السريع؟ هل عدد الضحايا السابقين مش كافي لوقف النوع ده من الجرائم؟